بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، محمد ابن إسماعيل البخاري، نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. الحديث اليوم بدأناه في الجلسة الماضية عن الإمام البخاري، هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة أبو عبد الله البخاري الحافظ، إمام أهل الحديث في زمانه. ولد في شوال سنة 94، كان والده شديد الورع. فعن أحمد بن حفص قال: دخلت على أبي الحسن، يعني إسماعيل والد محمد والد الإمام البخاري، عند موته فقال لي: لا أعلم من مالي درهماً من حرام ولا درهماً من شبهة. قال أحمد: فتصاغرت إلي نفسي عند ذلك. يا أخوان، نحن عم نقرأ الآن سير الأولياء. الإمام البخاري اسمه محمد بن إسماعيل، أبوه إسماعيل في النزع قال هذه الكلمة: لا أعلم من مالي درهماً من حرام ولا درهماً من شبهة. شو يعني؟ يعني ماله صافي 100% حلال. لكن الأولياء كيف بدهم يطلعوا؟ الأولياء هدون جماعة أنقياء أصفياء طاهرون، ما بيمشي حال يطلعوا من مكان، عفواً، مكان خبيث. المال الحلال مال طيب، بس المال الحرام مال خبيث. ومن سقى زرعه ماء طيبا خرج النبت طيبا، ومن سقى زرعه ماء آسنا خرج النبت نتنا. كيف بده يصير ابنك من الأولياء؟ لازم يكون المي طيبة، يعني عم ينسقى فيها. انتو بتعرفوا الدراين تبع مضايا، وبتعرفوا التفاح تبع رنكوس، وبتعرفوا التين تبع عين التينة. هلا في كتير دراين، انت مرات تروح على فنادق 5 نجوم بيحطوا لك بالغرفة ضيافة صحن هيك في تفاحتين وموزة وخصلة عنب. للتفاح تفاح، وللموز موز، وللعنب عنب. تفتح هيك المنظر منظر فخم، بس من جوا لا طعمة ولا رائحة ولا شيء. انتو بتعرفوا بأنه في بعض الأراضي تدار عليها مياه المجارير، بيطلع خيار وبيطلع بندورة وبيطلع بقدونس، بس البقدونس ريحته نتنة لأنه انسقى بالماء النتن. يا شباب يلي ما اشتغلتوا أو يلي هلأ عم تشتغلوا، قرار غير قابل للنقض ولا للاستئناف ولا للطعن ولا للمدارسة. أما الحرام فالممات دونه. شغل بالحرام ممنوع، شغل في شبهة ممنوع من أوله. لا يجي حدا يقول لك يعني في إلى مخرج من إلى بجوز يكون أنت مو عليك الإثم، الإسم على هداك. نصيحة لوجه الله، اتعب ما استطعت في أن تبحث عن الحلال الصافي، حتتعب كثير وسيتأخر عملك، بس والله المكسب معك. بكرة الله يبعث لك أولاد أولياء، بكرة بيجعلك من الأولياء، بس لأنك عم تأكل مال حلال صافي. اوعك تدخل بشغلة فيها شبهة، فضلاً عن شيء فيه حرام.
أبول الإمام البخاري قال أنا لا أعلم أنه في مالي لا درهم حرام ولا درهم شبهة. والإخوة العاملون الذين عملنا من سنة وسنتين وعشرة وعشرين وثلاثين، نصيحة لوجه الله، يراقب أحدنا المال الحلال. ما فائدة الكثرة إذا كان بعيد من هون الولد بده يطلع سارق؟ والله من رجاءني شاب ابن عائلة ثرية جاءني يبكي، قال يا أستاذ أنا حبب إلي السرقة. قال لي أنا ما بعرف ليش بسرق، لست محتاجا للمال. قال لي أنا اللي معي أكثر من هذا الذي سأسرق منه. قال لي بس بسرق. يا لطيف، الله لا يبتلينا يا أخوان، الله لا يبتلينا. والله مرة رجل من كبار الأثرياء، من كبار، عنده ولد وحيد سيأخذ من أبيه كل شيء، يعني بعد عمر طويل، مات الآن أبوه الله يرحمه. والله الأب اتصل بي قال لي هلأ تعال عندي يا دكتور أرجوك لحقني، شبك جئت إليه وإذ بعيد من هون ابنه سرقه. اللي سأل لي يا ليش سرق؟ أبوه بيعطيه ملايين. يا لطيف يا أخوان، ما فائدة الكثرة إذا كان حيخرج النبت آسن ونتن وخبيث؟ يا محلى القلة مع الطيب، ما في مانع يجتمع الكثرة بس مع الطيب. مال حلال أنا سأخذه، مال حرام لن أخذه ولو مت جوعا. وهو أنت ما حتموت، بس الشيطان هيك يعني يلبس عليك أنه أنت بتموت بكرة، أولادك بيموتوا، مرتك بتموت. لا مرتك حتموت ولا أولادك حيموتوا ولا أنت حتموت، أصلا رزقك مكفول، والله لقمة ما بتاكل زيادة ولا نقص. بقى من كان منا عاملا فليجتهد يعني في الحلال الطيب. والإخوة اللي هلأ بدهم يبدأوا عمل، يا شباب نصيحة، إذا مو حلال 100% لا تروح، إذا 98 غير الشغل، قل لهم ما بدي أشتغل. لأنه عدم الدخول في الحرام مع صعوبته أسهل من الدخول والخروج منه. يلي داخل وقاعد بقلب الحرام شلون بده يطلع؟ شغلة كثير صعبة. بقى أنتم من أول اتعبوا بأنه لا تدخلوا أبداً، والمكافأة ستأتيكم في الدنيا وفي الآخرة. الله أكرم إسماعيل، ما في بماله ولا درهم حرام ولا درهم شبهة. أكرم الله تعالى إسماعيل، الله بعث له ابن اسمه محمد ابن إسماعيل البخاري. شو رأيك يصير عندك ولد مثل الإمام البخاري؟ ما في خطيب جمعة في الدنيا إلا وهو يستخدم في خطبته، في كل خطبة إلا ما يحتاج شيء حديث من صحيح البخاري. صار له البخاري 1200 سنة ميت، ما في أستاذ بالحديث، ما في أستاذ جامعي، ما في حدا بده يتعرف على الدين معرفة صحيحة إلا وهو محتاج يا أخي لصحيح البخاري. هذا أغلى. الله يبعث لك ولد هيك، فيك تخيل قديش الأجور اللي عم تنزل على قبر البخاري وعلى قبر أبوه وعلى قبر أمه يلي ربوه. إحنا ما منعرف كان غني لما فقير إسماعيل، ما بعرف. هذا أحسن لما الأحسن يصير ابنك سامحني عنده سيارة فارهة بس بالحرام، شو بدك بهالشغلة؟ بعدين لما تجمع الدنيا أنت تحاسب عليها وغيرك يتلعم فيها؟ لا سمح الله إذا من الحرام، الولد ما بيعرف إنه أبوه جايب من الحرام، الأب بيتحاسب والولد بيتنعم. حلال خذ، حرام ما لنا هون، شبهة ما لنا هون. ولا تجي تسأل، يعني لا حدا يجي يسأل إنه يعني في إلى شيء مثلا هيك، لا تسأل. متى ما قلبك هيك يعني حركش إنه والله مو كثير مرتاح، معناته مو صح. لا تعذب حالك، لا تسألني ولا تسأل غيري. هلا بس بالمقابل إذا حلال خذها. وأنا الحمد لله الحمد لله، والله كثير منكم يا إخوان الله يرضى عليكم ويتقبل منكم، والله تكون بين يديه أعمال تدر له من المال ما تدر، أو صفقات تدر له من المال ما تدر، بس لما بيعلم بأنه حرام يتركه. وهذا هو المؤمن. لكن المؤمن كيف؟ المؤمن بس يصلي ويصوم، هي سهلة. بس بدنا عند الدرهم والدينار كيف تأخذ الحلال وكيف تجتنب الحرام. والله شباب جاءوني، في واحد
ما عنده عمل يبحث عن عمل، بعدين صح له يعمل في مؤسسة ربوية يمكن كان المعاش 500,000 وهو صفر هلا ولا ليرة سوري. طبعا حرام بالمؤسسة الربوية، تركه خلص، حرام حرام تركه. سبحان الله بعد فترة بدق لي، مدري 500,000 مدري 300,000، بعد فترة بدق لي تليفون بيقول لي استاذ انا الله اكرمني، الحمد لله ما رحت هي المؤسسة الربوية، الله اكرمني بعمل مع مؤسسة خارج البلد عن طريق النت، عم يعطوه ما يساوي 6 مليون ليرة سوري. قلت له هي دفع على الحساب، هذا مو كل شيء، لأنه الله بيعطيك عطاء بدهشك فيه. بقى هي مو كل شيء، شو 6 مليون؟ هذول مو كتار عند الله، على الله مو كتار، علي وعليك يا لطيف 6 مليون بالشهر والله شغلة كثير كبيرة، أنا وياك لأنه بسطاء نشوفهم كبيرة، بس عند الله، الله عنده أكثر بكثير، الله مالك السماوات والأرض، شو 6 مليون؟ وهذا يجري مع كل منكم يا أخوان، بس مرات الله يعجل لك بأن يريك عاقبة أمرك، مرات الله يؤخر، هو الله، لأنه لا في واحد يقول أنا كمان تركت مؤسسة ربوية والله ما صح لي ولا 500,000، صح، الله هو الرب وأنا عبد، مرات يعجل مرات يؤخر، الأمر عنده. فعلى كل الأحوال أكرم الله تعالى إسماعيل بأن رزقه هذا الولد، بس الرجل دافع حقه، أكيد مرت عليه صعوبات وشدائد ودائت عليه الأحوال، بس خلاص هو حرام ما بيقرب وشبهة لا يقربها. قال مات أبوه للبخاري وهو صغير، فكفلته أمه وأحسنت تربيته. عشان هيك يا شباب يلي واحدكم بده يتزوج يلقي بنت تقدر تربي مثل الإمام البخاري بوجودك أو بغيابك، بركي متس أنت ما هيك، ممكن ليكو والد الإمام البخاري مات بس زوجته ربت ولد إمام الدنيا، قديش إلى أجر هذه الأم. هلأ بتسمعوا لها قصة شيء عجيبة، هي كمان ولية من الأولياء هذه الأم، بتكون تتزوج يا شباب هيك، أما لا يغرك والله أنه أخي أنا حبيتها. طيب يا أخي حبيتها بس هي جديرة بأن تربي مثل الإمام البخاري أو شبيها منه؟ إذا لا، لو حبيتها ما حنعطيك إياها. يا أخي أنا معجب فيها، لو أنت معجب فيها شو يعني؟ ليش إعجابك يعني هو اللي بيقرر تتزوج أو ما تتزوج؟ لو معجب، إذا أنت معجب بوحدة بس بعيد من هون لسان زفير، شو بدنا نزوجك إياها؟ إذا أنت معجب بواحدة بشكلها بس أسرتها أسرة كتير مو جيدة أبداً، كيف بدنا نزوجك إياها؟ إذا أنت معجب بواحدة بس مو خرج تتحمل مسؤولية، بيقول لي أحد الشباب تاجر هو، قال لي 7 سنوات متزوج، هو 7 سنوات، قال لي 7 سنوات زوجتي ولا يوم استيقظت وحطت لي فطور. شو ها؟ يعني هلا إذا أنت تزوجت وحدة بس ما بتحمل مسؤولية يا بنتي، أنت صار عندك زوج، شو عم تفيق الساعة 10؟ طيب هذا الزوج ما بده يأكل، ما بده يلاقي زوجة تنتظره في الصباح، يخرج من البيت فيراها أو داخل البيت يعني. عندك أولاد عندهم مدرسة، باص المدرسة بيجي 6:30، طيلة العام بس مرتين الولد طلع بالباص، ولكن و200 يوم شلون طلع؟ قال أبوه وصله وأيام عطلنا لأنه أمه نايمة. قال بس أنا كثير بحبها، شو حابب فيها؟ شو حابب؟ أنت حابب الشكل بس هي ليست جديرة بأن تكون زوجة. أنت لما بدك تتزوج في معايير 10 راجعهم بالدورة التأهيلية للحياة الزوجية، اللي بتحقق 70% حتتزوجها، ما بتحقق 70% ما حتتزوجها. كائنا من كانت، لو حبيتها ولو أعجبت فيها ولو بجوز تمرض إذا ما جوزناك إياها، معلش أنا ما عندي مانع تمرض لك جمعتين بس نحفظ لك حياتك، أحسن ما والله تنبسط لك جمعتين بعدين تفرجيك نجوم الظهر. هذا إذا استمرت جمعتين. مرة إجاني شاب قال لي أستاذ أنا حبيت وحدة 6 سنين وكتبنا كتابنا 6 شهور وتجوزنا 6 أيام، طلقها بعد 6 أيام. شو هالحب هذا؟ طبعا هو هذا المنطق يعني هذا المنطق الرياضي والتفكير الصحيح بيقول أكيد لازم تصير هالنتيجة، لأنه هو 6 سنين من الحب
شو أحب؟ حب الشكل وحب الكلمة. فأغلق على عينيه وعلى عقله، الحب يعمي ويصم، لا عاد شاف ولا عاد سمع. صاروا أهله يقولوا لك يا ابني هي ما بتحمل مسؤولية، يقول لا لا هي بتحبني شو ما إلا بدها تساوي. لك يا ابني هي أمها مطلقة وأختها مطلقة، البيت كله مطلقات، لا 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 هاي غيرهم كلهم، هي قالت لي والله والله أنا شبيك لبيك مثل خاتم سليمان. لك يا ابني هاي رحنا على بيتها، لك بيتهم وصخ، أي بيتهم وصخ بس هي نظيفة، أنا شفتها أنا بعرفها. لك يا ابني هاي البنت تحكي مع شباب، أبداً أبداً هي بس معي بتحكي، بس أنا. لك يا ابني ما عاد لا عاد سمع ولا عاد شاف ولا عاد فكر، لأنه الحب يعمي ويصم. عشان هيك الإسلام ما بده إياك تحب قبل الزواج، لما بدك تتزوج بدك تختار بعقلك، بعد الزواج بتحب، عرفت؟ لأنه أنت متى ما حبيت شلون أنا بدي حاكيك، ما عاد تصدق. مرة في شب هيك حب وحدة، هو بيحضر في مسجد يعني، إجا قال لي أنا حبيت هالوحدة. سألنا عن هالوحدة، مو راكزة هالوحدة؟ قال لا لا منيحة منيحة كثير منيحة وآدمية وصاحبة دين. لك شلون صاحبة دين وعم تحكي وتقض معك يعني وأنت عم تقض معها؟ قال لا لا بس معي أنا، لأنه أنا آدمي كمان. لك يا حبيبي طيب ماشي الحال، هي أنت بتعرف عائلتها؟ إيه بعرف. مين عائلتها؟ أبوها متوفى. إيه صح. كم بنت إخواتها البنات؟ عندها إخوات شباب؟ قال لا. إخوات بنات؟ قال لي إيه عندها 7 إخوات بنات. ما شاء الله. قلت لهم مزوجات هذول 7؟ قال لي إيه 7 مزوجات ومطلقات. 7. قلت له لك يا رجل انفوت بريشك، صدق أنا مثل ما لي شايفك أنت حطلي. قال لا لا أبداً أبداً والله بتحبني، على المريخ بدها تطلع معي. يا لطيف شو بتغني لي أغاني من هذول؟ ما رد، تزوجها. بعد 2 وشهرين طلقها، بس كان عنده بنت منها. ويا لطيف شاف نجوم الظهر كيف بده يحصل على بنته، وصار مخافر وشرطة وإراءة ومحاكم. أكيد أكيد يا أخوان، يعني هلأ 1+1 الحالة العقلية بتقول 2 هذول. حب زائد عدم معايير باقي المعايير طلاق 100%. إذا ما بيصير الطلاق في مشكلة. هلأ سامحوني، واحد ما بيعرف يسوق سيارة، ما بيعرف، وأنا هديته أحسن سيارة بالعالم، وقلت له يا حبيبي شاني سوقها، الله يخليك سوقها، أنا كثير بحبك سوقها. هو حب له السيارة محبة، صار يشوفها بالمنام. بربكم بدينكم إذا طلع ساق هالسيارة شو بده يصير فيه؟ 100% بده يعمل حادث. إذا ما عمل حادث في شيء مو طبيعي، لازم يعمل حادث، ولازم يفوت بسيارة تانية، ولازم يفوت بالحيط، أكيد أكيد. وإذا ما بيفوت بالحيط في شيء غريب بالدنيا. الشاب ما له عرفان شو هو الزواج، قال بس حب كثير لهالبنت، 100% بده يطلق، وإذا ما بيطلق شيء غريب يعني، وهكذا. فأنتوا يا شباب لما تكون تختاروا، هذه الحديث عن الوعي، أنت لما بتجلس مع أهل الوعي بيساعدوك أنه يرفعوا مستوى وعيك. أما لما بتجلس مع الأغاني، الأغاني شو بيغنوا لك؟ يعني شو بيقولوا بالغنية؟ سمعتوا شيء مرة بالغنية عم تحكي عن العقل وتوسيع مدارك العقل؟ سمعتوا شيء غنية شيء مرة عم تحكي عن الأسرة ورعاية الزوج والزوجة؟ سمعتوا شيء غنية عم تحكي عن شيء عجيب؟ أغاني يعني تنزل وتجعل مستوى مادة الوعي والعقل هابطة هابطة هابطة. فيا حرام يغرر بهالشباب والبنات، فيظنون حتى صار في شبه لا يجي لعنا يقول الأستاذ أنا معقول أتجوز وحدة ما بحبها؟ إنه معقول؟ طبعا معقول، طبعا طبعا هو المعقول إنك تزوج وحدة ما بتحبها. وأقول لك شغلين، أبوك ما كان بيحب أمك لما تجوزها، وجدك ما كان بيحب ستك لما تجوزها، وأبو جدك ما كان يحب ستك لما تجوزها، ما حدا حب. والحمد لله ساووا عيلات وليك جابوك وناس دكاترة ومهندسين ومشايخ وصالحين ما بيحبوا بعضهم. صار الشاب عندنا أو البنت إنه يعني شلون معقول أنا وحدة ما بحبها أتجوزها؟ هو المعقول هيك،
هو المعقول انك انت ما بتحب، بس نحن في معايير ابوك حيقول لك عليها، المجتمع بيقول لك اياها، الشيخ بيقول لك اياها، بتروح محققه هالبنت هالمعايير، روح تزوجها، مع الوقت بصير حب. ليش الحب شلون بصير؟ شلون هذا الحب تبع النظره الاولى تبع الاغاني؟ يعني هذا نادر جدا، نادر جدا. الحب ياتي من المواقف، من التعامل، ياتي من موقف صعب. والله قال لي احد الاخوه، مرة حكيتها بالخطبة، هو بسيطي، أستاذ بالجامعة بس بسيط، يعني وضعه المعاشي بسيط، بالكاد صمد، والرجل من يعني حلال صرف يعني ماله، بالكاد قدر يصمد شيء من المال، بنى على ظهر بيت أهله غرفتين ومنتفعاتهم، ومشان يوفر كمان يعني أثناء البناء ما كان يجيب كل شيء عمال، كان مرات هو يشتغل ويجيب رفقاته وإخواته يشتغلوا معه. المهم عرسه كان بستة تشرين، أنا بتذكر لأني كنت حضران العرس. وفي تلك في ذلك العام أول مطرة نزلت بستة تشرين، يعني بليلة عرسه. فلما نزلت المطرة بليلة عرسه، فالصبح لقى المي، مو هو باني يعني بناء من قريبه، فلقى المي فايتة على الغرفة، والسجادة الممدودة جأجأت بها المي. لما شاف هو هالمنظر، وزوجته كمان أستاذة بالجامعة بس صالحة جدا، هالبنت جدا صالحة، أنا ما بعرفها بس هو عم يحكي لي هلأ. شوفوا الموقف، شوفوا هالمرأة، هذا الصلاح. هو لما فاق الصبح وشاف هالمي هيك بالغرفة، انسلق بدنه إنه عروس وهيك المي، صار يدخل ويخرج، شو بدي ساوي شو بدي ساوي، ما بده إياها تنتبه. طبعا هي انتبهت وعرفت إنه زوجها كثير مسلوق بدنه ومتضايق، وانه مشانها. قالت له ليش متضايق؟ لانه المي يعني دخلت على الغرفه والسجاده، ما تاكل هم، هلا بتوقف المطر، تطلع الشمس، انا وياك بنطلع هالسجاده بنحطها هيك على الاسطوح، كم ساعه بتنشف بنرجع بنرجع. قال لي والله لما قالت لي هالكلمه مثل واحد صب علي هيك مي بارده، صار في راحه، لانه هو مسلوق بدنه مشانها. شايف؟ هلا بالله عليك بقى، انت واحد زوجته هيك يعني بده يحبها لما بده يكرهها؟ هذا الحب يعني حب، هذا عملي بشوف فيه موقف. اخت نفس الشيء، من عائله راقيه جدا جدا جدا، وهي إلى رتبه اجتماعيه عاليه مع شهادتين جامعيات، زوجها صار معه حادث سياره، بالحادث السياره جلس في السرير، عفواً بقال هلأ هو ما بيقدر يقوم من السرير، بالمشفى ماشي الحال، بس راح على البيت هلأ سامحوني يعني بده شغلات خاصة، بده يقضي حاجته. انسلق بدنه، شلون هيك يعني قدام زوجتي يا رب دخيلك؟ استحى. زوجته انتبهي، قالت له ليش متضايق؟ ليش؟ أي واحد بيناتنا بيمرض وبيحتاج هاي الزحافة يعني، وخير إن شاء الله أنا بجيب لك إياها الزحافة. شو هلأ موقفه هذا الرجل اللي شاف زوجته بهذا الكرم وهذا النبل وهذا الموقف؟ هذا اللي بيساوي الحب. أما تعال غني لك غنية، قال غنت لي غنية أم حبيتها طار عقلي فيها، بلاش هي، أي الغنية بلاش. قال والله عندها غمازة بتفلج، بس ما هن المعيار أن تقيم إنسانا. بعدين هي مو بإيدك يعني، هلأ أنت واحدة شقرة لما شعرها أسود، هي لا يد بالموضوع. واحد أبيض لما أسمر، لا يد بالموضوع له. واحدة بغمازة أو بلا غمازة، ما له يد بالموضوع، ما هيك؟ بس اللي له يد بالموضوع التربية الأخلاقية العالية. هي المرأة اللي خدمت زوجها هو ومريض، هي تعبانة على حالها وأهلها تعبانين عليها، مربينا تربية عالية. هي المرأة اللي نزل المي وقالت له لزوجها شو عليه، هي متعوب عليها كثير، هذا حقه مصاري، هي متعوب عليها 20 سنة لحتى قالت هالكلمة. وهكذا، فأنتوا يا شباب لما تكون تدوروا على امرأة هيك. وهلأ بعدين ما في مشكلة، بعدين أنه أنا والله بحبها تكون شقرة، ماشي الحال. فوالدته للإمام البخاري قال مات أبوه وهو صغير فكفيلته وأحسنت تربيته. تعالوا بس أحكي لكم هالقصة عن أمه وتنتهي الدرس.
عن محمد بن أحمد بن الفضل سمعت أبي يقول عن البخاري: ذهبت عيناه في صغره. هذا الولد محمد بن إسماعيل البخاري هو وصغير يبدو عمية، ما بعرف لسبب من الأسباب. قال: فشق ذلك على أمه، طبعاً الأم شافت ابنها هيك، وراحت تواصل ليلها بنهارها داعية له ساعية لعلاجه، لأنه أبوه ميت. فرأت ذات ليلة الخليل إبراهيم عليه السلام في المنام يقول لها: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. قال: فأصبح البخاري وقد رد الله عليه بصره، فتبدل حزنها سرورا. شو هاي؟ هذا بالطب لا يكون يا أخوان، مستحيل واحد أعمى يصير يشوف، مستحيل في الطب. شو هاي أمه للبخاري مساوي؟ دعت بيقوم بتشوف سيدنا إبراهيم عليه السلام بيقول لك: كرمالك أنت الله رجع عيون ابنك. فقت الصبح لقيته عم بيشوف. شو رأيك نجوزك شيء واحدة هيك؟ أنا أحسن لك يعني هيك، لما مثلاً شيء تاني معطيات أخرى بدك إياها شكلية ولونية، يعني أنا أحسن. فأنت لما بدك تدور دور على هيك. الله يجمعكم يا شباب اللي مو متزوجين، كل واحد هيك مع زوجة هذا حالها وهذه صفاتها، والله يجمع لكم معها. بدك شكل شكل، بدك غمازات غمازات، بدك مناخير مناخير، ماشي الحال. بس والله إذا ما لقيت الصفات الشكلية، نصيحة نصيحة، شوف الصفات التربوية والأخلاقية والإيمانية، تسعد وأنت حي وتسعد وأنت ميت. يعني حتى بعد الموت ليكو والده للإمام بخاري ميت، بس الأم هي التي صنعت هذا. بيوصل الأخبار للميت بينقل له لإسماعيل: مرتك هيك طالعت ابن أمير المؤمنين في الحديث. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.